السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الغريبة كتفكرني في الطفولة ديالي، سهلة واقتصادية ولذيذة، ما فيهاش بزاف، فيها الزيت والسكر سنيدة والطحين والدقيق، وكتجي لذيذة بزاف. هي كتشبه البهلة ولكن ماشي بهلة. كنا كنشريوها من حانوت او بقال كان حدانا في الدرب، كنا كنشريوها ب 20 فرنك. 20 فرنك كنشريوها. المهم كانت لذيذة بزاف والله. دابا فكرتني في الطفولة ديالي، درت هنا كاسونس ديال السنيدة وهاد الفاني، وهادي نخلي تنديرها مع الطحين، خميرة خمارة ونص، وجوج كيسان ديال الزيت. الكاس الاول الكاس الثاني صافي. دابا انا غادي نحرك هادشي حتى تذوب السنيده، تذوب لينا السنيده، وديك الساعه نتلاقاو ذوب مع الزيت. صافي دابا غادي ندير الطحين، ذوبت شويه السنيده، ما كتحتاج لا طراب كهربائي ولا المهم واحد الحاجه كتفكرك في الطفوله زوينه بزاف. خوتي اللي غادي يعرفوه غادي يعرفوا داك البقال او مول الحانوت، كنا فارعين لي راسه دائما، عطينا غريبه عطينا غريبه. الله ما عرفتوش مات ولا باقي حي، الله يرحمه اللي كان مات باقي حي الله يذكره بالخير، سميتو سي حمادي. والله مش ما عارفاش واش مات ولا باقي عايش. المهم انا وخوتي وولاد خالي دائما غادي لنا داك الحانوت كنفرعوا ليه راسو. هاي العجينه راه كتكون مرمله، المهم كتكون هكا كتفرتت، هي ماشي بحال العجينه الاخرى. خليتها واحد شويه ارتاحت صافي. دابا غادي نكورها نديرها غريبه. غادي نحطها في هاد الطاوه باش تجينا محفره من التحت، الطاوه ديال البهله هاد الطاوه كنا غندير فيها هادي، معليش كتجي محفره من الداخل من التحت، هي راه كتكون هكا مرمله. بحال الرمله هيم. غادي ندخلها الفران ونقربها العافيه للفوق باش تشقق، ويا ربي تجيني بحال هذيك الحلوه ديال الطفوله يا رب. ندخلها دابا الفران. الغريبه ديالنا وجدات هاد المول علاش كيجيبها من هنا مفتوح خاويه، جات زوينه بعدا الشكل، كاين باقي ما دقتهاش. هادو تحرقوا معليش في الجنب ديال، ما عرفتش علاش الفران ولا تيحرق ليا هنا بزاف، باقي ليا المذاق نشوف نقول لكم. المهم درت واحد الحلوه اخرى، هادي راه مصوراها معكم كدايره طبقه فوق طبقه، عندي فيت ليا دايراها ان شاء الله. غادي ننزل لكم الرابط ديالها ديال هاد المقادير ديال هاد العشينه اللي تندير طبقه فوق طبقه، انا نوريها لكم كاينه في القناه، فيها طبقه فوق طبقه، فيها الشكلاط و كنقرصها ندير وحده فوق حدا وتنقرصها. المقادير ديالها ان شاء الله غادي
نزل لكم الرابط ديالها تحت من هاد الحلوى كاع اللي درت ان شاء الله. المهم هاد ديكورات او صيبتهم بالشكلاط بهاد المراشم. نوريكم هذه هي الاولى، كنديروا كويرات على حساب هادو جوج كيكونوا كبار شويه. الاولى واحد الديكورات بساط زينوا بهم البلاطو ديال نهار العيد ان شاء الله. وهادو يكونوا صغار حيت ندير ربعه. دابا نصايبو هاد القلب. ها الغريبة ديالنا، شوفوا كي جات، جات مشققة وجات هشيشة وجات زوينة في المذاق وفي الشكل واقتصادية. ما فيهاش لا لوز لا جنجلان لا والو. المهم انا قلت لكم ديال القصة ديالها. المهم حاولوا تجربوها حتى هي ديروها في العيد ماشي مشكل. والسلام عليكم ورحمة الله، الى اللقاء في فيديو جديد. عيدكم مبارك سعيد.